الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر هي تمحورت حول استخدام الطاقة النظيفة، استخدامات مثلى في وسائل النقل العام، في وسائل النقل المدرسي، وصولاً إلى القطاع الخاص والدولة شاملة. وأجزاء من تحقيق هذه المؤتمرات الهادفة التي تسلط الضوء على الاستخدامات المثلى لهذه الطاقة، ما هي التشريعات الجديدة والقوانين الجديدة التي دخلت في العالم أجمع، شنو الأشياء اللي ممكن ندخلها في دولة قطر، وكذلك استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة. الآن وصلنا إلى 73% من وسائل النقل العام صديقة للبيئة. إن اليوم دشنا باصات كهربائية لأبنائنا الطلبة في المدارس، وهذه نقلة نوعية وصولاً إلى الرؤية التي حددها سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في 2030 أن نكون 100% طاقة نظيفة. سعداء جداً بهذا المؤتمر، بالإضافات الجديدة، بالتجارب الجديدة، فإحنا سعداء جداً بما وصلت له الدولة وما ستوصل له إن شاء الله في المراحل الجاية القادمة.